خلينا نقول شوية إحصائيات كده للناس يا أحمد. هنتكلم طبعا على إحصائيات النادي الأهلي دلوقتي خلال سنة 2020. يمكن النادي الأهلي لعب 42 مباراة، خليني أقولهم لحضراتكم بالظبط، كانوا في كاس مصر 4 مباريات و9 في أفريقيا، وفي الدوري 28 مباراة، والسوبر طبعا مباراة واحدة، مباراة السوبر. طيب قدرنا أن احنا نحقق الفوز في 32 مباراة، الهزيمة كانوا مباراتين بس. النادي الأهلي قدر أن هو يتعادل في 8 مباريات، والأهداف 76 هدف، والبطولات طبعا قدرنا أن احنا نحقق 3 بطولات، وده طبعا خلال سنة 2020، مش السيزن، السنة بتاعت 2020، السنة الميلادية خلال 12 شهر بتاع 2020. دي كانت أرقام النادي الأهلي، وتأكيدا على كلام سارة بالأرقام المحترمة اللي حققها الأهلي في 2020، خليني أقول لحضراتكم الكلام اللي أنا بقوله ده كورة، يعني الكلام ده لما بيجي يعني بعيدا بقى على فكرة عامل الأرض وعامل الجمهور وقوة الفريق المنافس.